عمدا لرب منعم هدى لدين قيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأيها الإخوة الأحبة، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وفضائل العلم أيها الإخوة الأحبة كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. إذا خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله، كل درهم ينفقه فهو في سبيل الله، كل وقت يقضيه فهو في سبيل الله، ولو مات وهو في طريق طلب العلم فهو في سبيل الله عز وجل. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله تعالى له به طريقا إلى الجنة. فالعلم النافع من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ومجلس العلم محفوف بالملائكة، تحفه الملائكة، تغشاه الرحمة، تنزل على أهله السكينة، يذكرهم الله تعالى في الملأ الأعلى على سبيل المباهاة، سواء مجلس العلم أو مجلس الذكر. وكذلك من أهم العلوم التي يتعلمها المسلم علم الفقه، أحكام الفقه، منها ما يتعلق بالطهارة، منها ما يتعلق بالعبادات، منها ما يتعلق بالمعاملات، المعاشرات، الأحوال الشخصية، وغير ذلك من العلوم، الآداب النبوية، تفسير القرآن الكريم. فإن شاء الله تعالى سنبدأ بشرح كتاب مختصر القدوري، وهو كتاب معتبر مهم جدا، يدرس في أكثر المعاهد الشرعية الإسلامية في العالم الإسلامي، وهو على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه. قال المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أول ما افتتح كتابه بآية على سبيل التبرك وأخذ الأحكام منها، قال رحمه الله: ففرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس. فرائض الطهارة كما في الآية أربعة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذن الفرض الأول غسل الوجه، وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، هذا الفرض الثاني، وامسحوا برؤوسكم هذا الفرض الثالث، وأرجلكم عفوا إلى الكعبين أي مع الكعبين، هذه الفروض الأربعة. إيش يعني فرض؟ الفرض إذا ترك ولم يأتي به المتوضئ لا يصح وضوءه، هذا الفرض. سيأتي معنا سنن الوضوء، إذا لم يأتي بها وضوءه صحيح ولكنه مكروه لمخالفة السنة. إذا ترك الفرض إيش حكم؟ إنسان لم يغسل وجهه وضوء غير صحيح، كأنه لم يتوضأ، لم يغسل يديه كذلك، لم يمسح رأسه كذلك، لم يغسل رجليه كذلك. لكن لو ترك شيئاً غير هذه الأربعة فوضوءه صحيح ولكنه ارتكب مكروهاً، وهو ترك سنة من سنن الوضوء التي ستأتي معنا. ثم قال: والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل. غسل اليدين مع المرفق، المرفق هذا هو، هذا المفصل الذي يربط الساعد مع العضد، هذا اسمه مرفق، هذا يجب غسله، يجب غسله، فهو داخل في ما يجب غسله. طيب، نرجع قبل ذلك، الوجه ما هو حدود الوجه؟
الوجه هو ما تواجه به الناس، ما تواجه به الناس، فحدوده من منابت الشعر عادة، عادة يعني الإنسان المعتاد. الأصلع مثلا لا يجب غسل كامل الصلعة مثلا، الأغم من نزل شعره وغطى جبينه يجب عليه غسل ما تحت الشعر لأنه داخل في حدود الوجه، فهذا خلاف العادة. لكن معتاد الناس من منابت الشعر عادة إلى أسفل الذقن، هذه المسافة طولا يجب استيعابها بالغسل، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذه الحدود للوجه يجب غسلها وغسل الشعر الذي فيها، يستثنى من ذلك اللحية الكفة كما سيأتي معنا. قال إذن الوجه هذا ذكرنا حدوده، والإنسان بده يتعاهد مثلا، بده يتعاهد هكذا يفرك الحواجب المآقي، هذا اسمه موق، طرف العين من جهة الأنف موق، وطرف العين من جهة الأذن اسمه لاحظ، فبده يتعاهد المآقي واللواحظ وهكذا المناطق التي عنده منعطفات تحت الأنف، أي نعم يستوعبها بالغسل. المرفق يجب غسله. شوف الآن أنت إذا غسلت يدك وهي مثنية هكذا، الماء لا يصل إلى التجاعيد غالباً، لا يصل إذا لم تدلك، نعم لا يصل إلى التجاعيد. فأحسن طريقة لما تغسل يدك كيف تفعل؟ هكذا، إذا فعلت هكذا وأوصلت الماء، مثلاً أنت بتتوضأ على الحنفية غسلت وجهك، أي نعم، حينما تغسل يديك تثني يدك حتى تصل الماء، يصل الماء إلى المرفق. نعم، كذلك الكعب، النبي صلى الله عليه وسلم توعد قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، العقب اللي هو الجزء الذي تحت الكعب، قال لو يحط إنسان يحط رجله تحت الحنفية الكعب، الكعب يزل الماء عن العقب فلا يصل، فلا بد من إيش؟ أن يتعاهد ويتأكد أن الماء قد وصل إلى كعبه. قال والمفروض في مسح الرأس مقدار ناصية، ما هو الفرق؟ هل يجب استيعاب الرأس بالمسح؟ لا، عند أبي حنيفة رضي الله عنه استيعاب الرأس بالمسح سنة، من فعلها فقد أحسن وأصاب السنة، لكن من تركها يعني مسح مقدار الناصية، مقدار الناصية ربع الرأس، لو قسمنا الرأس مثلاً إلى أربعة أرباع، مسح ربع الرأس هذا هو الفرض. استيعاب الرأس بالمسح مثلاً أن يمسك، أن يضع الماء على يديه ثم يدبر ويقبل، هذه سنة، من فعلها فقد أحسن وأتى بأكمل الوضوء. قال والمفروض في مسح الرأس مقدار ناصية، لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه. نعم، وهذان حديثان عن حذيفة رضي الله عنه قال أتى صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الأول، والثاني رواه البخاري عن المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. فلو صبر أخونا لكان، نعم، هذا دليل أبي حنيفة أن الفرض هو إيش؟ أقل ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسحه ما هو؟ مقدار الناصية. فقال مقدار الناصية بالنسبة للرأس مقدار الربع، أقل من ذلك لا يجزئ عند أبي حنيفة. استيعاب الرأس بالمسح هذا سنة مؤكدة، من فعلها فقد أتى بكمال الوضوء، ومن تركها خالف السنة وصح وضوءه. فأبو حنيفة جاء بحديث، وهذا الحديث رواه تلميذ أبي حنيفة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله في صحيح البخاري، ابن حفيد أبي حنيفة في العلم. البخاري اللي هو صاحب صحيح البخاري، شيخه أبو حفص الكبير البخاري، هذا تلميذ محمد بن الحسن الشيباني وهو تلميذ أبي حنيفة،
فالبخاري ابن حفيد أبي حنيفة في العلم، جاء بعده يعني بأكثر من قرن من الزمان. فما في مسألة واحدة، ومن أراد أن يطلع على الأدلة بالتفصيل فحي هلا، تعال عندي كتاب يعني تقريبا 24 مجلد فيه أدلة لكل حرف قاله الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه والله أعلم. الآن نكتفي بهذا، اللي عنده سؤال يتفضل. مشكوراً.